احنا حددنا ال 220,000 دال، حددنا المنطقة بعيدة عن أي ظهير صحراوي لأي قرية موجودة في أسوان. لم يضر إنسان في أسوان من هذه المنطقة. إن الناس كتير جدا نزلت على الفيسبوك قالت إن ال 220,000 فدان اللي هينزل فيها إحنا برقبتنا وعلى جثتنا والكلام ده كله، لا. المنطقة اللي إحنا اخترناها بعيدة عن أي ظهير صحراوي خاص بأي قرية من قرى أسوان، عشان ما نأثرش على أي حد. منطقة بعيدة خالص خاصة بالتنمية. إن شاء الله هتنقل أسوان إلى نقلة حضارية جديدة إن شاء الله خلال فترة قليلة بإذن الله. حيث أن المشروع تعتبر نقلة نوعية بإقامة مجتمع عمراني جديد متكامل بعيداً عن الوادي الضيق، ليشمل الاستصلاح والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والطاقة النظيفة. المشروع هيبقى متكامل، وده اللي كان ما أقوله وأردده باستمرار. نحن في حاجة إلى جذب المستثمر الأجنبي. نحن في حاجة لجذب هذا المستثمر لسببين. السبب الأول أنه للأسف متوسط الاتخاذ المصري لا يتعدى نسبة 15% من الدخل القومي أو من الناتج المحلي. ولكي ننمو بمعدلات مرتفعة تصل إلى 7 و8%، نحن في حاجة إلى أن نستثمر ما لا يقل عن 25-30% من الناتج المحلي. وهذا الفرق ما بين 15% وهو ما ندخله وبين ما يجب أن نستثمره هو ما نحتاجه من الاستثمارات الأجنبية. فأنا أرجوكم، أنا أقول هذا الكلام وأردده لأني كثيرا ما أسمع أصوات تنادي بالكف عن جذب الاستثمارات الصناعية بأسعار رمزية، بل بدون مقابل في المناطق التي للأسف لم تحصل على نصيبها من التنمية خلال المراحل السابقة بين العقود. وأسوان من تلك هذه المناطق التي يجب أن تستفيد من هذه الميزة. ثانيا، أن الحكومة ستساهم في سداد جزء من التأمينات الاجتماعية لكل عامل يتم تحليله في هذه المشروعات. ثالثا، ان الحكومه ستتيح التدريب الفني للعاملين في هذه المشروعات الجديده في هذه المناطق التي تستفيد من هذه الميزه كي نرتقي وتلتقي في مستوى انتاجيتنا، كيفيه العمل وادائه، ولكي يكتسب قدرات جديده تساهم في تخفيض تكاليف. عندما أقول أن الهدف من كل ذلك هو التنمية المستدامة الاحتمالية.